بعد ذلك إلى أنكم سألتم عن المشاهد اليوم. المشاهد اليوم يا سيدي الكريم أنت تعلم أن كل شيء دخل فيه ما ليس منه. أنا ما أنكر أنه قد دخل في التصوف أمور لا يرضاها أهل التصوف أنفسهم، يعني دخل في بدع وخرافات وأمور قد يكون دست. وأنا في موقفي هذا أو في لقائي هذا مع سيادتكم أرجوك أن تعفيني عن الوقوع على هذه المواقف، نعم. لأني أنا ما أحب أن أقع إلا على العسل، وأما غير العسل فسل عنه غيري. يمكن أن يقول لك إيش المواقع التي دخلت في التصوف وما ينبغي أن تكون، لكن أنا أقول لك أقول لك بصراحة أنه اليوم في العالم الإسلامي وعلى ظهر الأرض يوجد والحمد لله كوكبة عظيمة من علماء الأمة، ولا أحب أن أذكر اسم أحد ولا أحب أن أذكر طريقة أحد، بأن كل واحد له طريقته وله مشربه، لكن الميزان عندنا الكتاب والسنة. الميزان هو الكتاب والسنة. وأحب أن أشير هنا إلى قضية مهمة، وهي أن كثير من الكتب دس فيها ما لا يرضاه أصحابها من أئمة التصوف الذين لهم المقام الكبير في وضع قواعده وأصوله. الإمام العظيم موجود عندكم في مصر عبد الوهاب الشعراني، هذا الإمام الشعراني له كتب عظيمة في التصوف وله كتب عظيمة في الإحسان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، وقد وضع كتبا جليلة. وكان في ذاك الوقت ما كانت مطابع، وإنما كان الشيخ إذا صنف كتابا أعطاه للوراقين فيدونوا وينسخوا ثم يكتبونه ويشيع بين الناس. يوم من الأيام خرج أحد تلاميذه إلى سوق الوراقين فسمع رجلا ينادي ويقول من يريد كتاب الشعراني، فجاء إليه قال له أنت عندك كتاب الشيخ الشعراني؟ قال نعم. ما هو؟ قال كتابه المسمى بتنبيه المغترين، من أين جئت به؟ قال والله جاءني الأستاذ مجدي الأستاذ محمد علوي أحد هؤلاء الإخوان وقال لي أنسخ منه نسخة، فنسخت له نسخة وأنا نسخت لي نسخة والآن أريد أن أبيعها، فاشتراها منه وذهب بالكتاب إلى بيته، نعم. ففتحه وقرأه، معلوم أن هذا من تلاميذ الشعراني، نعم. ويعرف فكر الشعراني ويعرف ما يقوله الشعراني، فرأى كلاما عجيبا، كلام الشعراني ما يقوله، فجاء إلى شيخه وقال سيدي يا سيدي الشيخ انظر إلى كتابك هذا الكلام أنت قلته، فأخذه وقرأ وإذا به يجد 10 صفحات لم يقلها، فحزن حزنا شديدا وقال أتوب إلى أستغفر الله أعوذ بالله من هذا الكلام، والله يا بني ما قلته ولا كتبته، وهذه النسخة الأصلية، وأخرج النسخة الأصلية وقارنها بهذه المخطوطة. معلوم أن هذا قد يكون واحد من أعداء الإسلام، نحن لا نشك في هذا، أخذ النسخة وزاد فيها الصفحات التي فيها الكذب والزور والبهتان والتي نسب إلى الإمام الشعراني. فلما قابل نسخة بالنسخة وجد هناك فرق كبير، وأن هذه النسخة الأصلية التي عند نفس المؤلف ليست كالنسخة المنقولة، فألف في ذلك رسالة كتابا وذكر في مقدمته. إيش ذكر في مقدمته؟ سأريك يعني موقف من موقف الإنصاف، فيقول يا عباد الله أنا رجل بشر وأنا بما معناه، طبعا أنا ما أسوق الكلام بلفظي، أنا بشر وأنا أصيب وأخطئ، فكل ما أؤلفه إن كان موافقا للكتاب والسنة فهو من كلامي، وإذا رأيتم شيء في كتبي مخالف للكتاب والسنة صراحة ولا يقبل التأويل، لكن مو بفهم من هب ودب، لا بفهم الكتاب والسنة، ربما أحد يروح ويقول لا هذا الكلام مخالف للكتاب والسنة فيكون
الآفة مو من المؤلف، نعم من الآفة من الفهم. الفهم. وكم من يقول بعض ساداتنا المشايخ علمائنا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو الفهم هو هو فهم السقيم. السقيم. فهنا يقول إنني أنا بشر أصيب وأخطئ، وأعدائي كثير، وأعدائي كثيرون، بل أعداء الإسلام كثيرون. فإذا رأيتم كتابا من كتبي زنوه بميزان الشرع، فإن كان مخالفا للكتاب والسنة صراحة أو لا يقبل التأويل أو التخريج فأنا أبرأ. ابن عربي صاحب الفتوحات قامت الدنيا ولم تقعد في تكفيره، وأنه كافر وأنه مشرك وأنه يقول بالحلول. ما معنى الحلول؟ يعني معناه أن الله حل فيك وحل فيه وحل في الطربيزة وحل في الكتاب وحل في الشجرة، هذا معنى الحلول. وأنه يقول بالحلول والاتحاد. ما معنى الاتحاد؟ معنى الاتحاد مو حزب الاتحاد، لا 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 اتحاد الخالق المخلوق. استغفر الله. فنسبت إلي أقوال كثيرة، نحن الآن لسنا بصدد الكلام عن هذا الموضوع، لكن أنا فقط يعني أعطيك نماذج وشواهد. فقال الإمام ابن عربي قال أنا أبرأ إلى الله من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عربي الذي يتهمونه بكذا وكذا وكذا هو بنفسه يقول إنني أنا عظيم يعني حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من حركاتي وسكناتي وأقوالي وأفعالي، ولم ينقص يعني عني شيء إلا واحد شيء. قالوا له ما هو؟ النبوة والرسالة. قال معلوم النبوة والرسالة، أنا لست نبيا ولا رسولا، هذا ما يحتاج كلام، لكن في شيء من أحوال الرسول ومن صفاته الدنيوية ليست لم تتوفر عندي. قالوا له ما هي؟ قال ما عندي بنت اسمها فاطمة ولا لها زوج اسمه علي، هذا الذي نقص علي من حالي، لكن من السنن والمحافظة عليها وعلى آدابها وعلى أحوالها الحمد لله ما فرطت في شيء من ذلك. هذا نموذجين لرجلين، واحد في القرون المتأخرة واحد في القرون المتقدمة. من سكن طيبة طيبة وخيام في زرو